السلام عليكم، صباح الخير. قبل أمس حصل انقطاع في كثير من المناطق في المملكة، انقطاع في الكهرباء. راح أتكلم عن هذا الموضوع. طبعا السبب حسب قراءتي للبيانات الصحفية اللي أو في تويتر للمسؤولين، إنه حصلت مشكلة في محطة رابع اثنين جزء من، بس كمتخصصين احنا ما نقرأ الخبر، نحتاج نعرف ايش الأسباب اللي خلت التقنية والفنية اللي خلت المحطة تحصل في. فكان أبرز سبب مذكور في الصحف أو في البيانات الصحفية هو زيادة التردد أو الفريكونسي، حصل في ارتفاع في الفريكونسي التردد الإف. طبعا اللي ما يعرف التردد إيش هو، التردد هو إنه نعرف الكهرباء هي لما تنتج من المحرك من المولدات، فهي تطلع من المولد ثم تروح للحمل رايحة جاية. ومعنى فريكونسي أو التردد هو إنه التيار الكهربائي الأي سي أو المتردد لما يطلع من المحطة فهو يتجه إلى الأحمال اللي هي المستهلكين، يتجه إلى المستهلكين 60 مرة، 60 هرتز، 60 دورة، 60 سايكلز. هذه اللي درسناها في الفيزياء التردد. طب من فين جت 60 هرتز؟ طبعا 60 هرتز هي نقاش كثير، واختيار 60 هرتز بالضبط هو جدل علمي آخر، لأنه بعض الدول تستخدم 50. واختيار التردد ما هو موضوعنا، موضوعنا هو ليش التردد يزيد في المحطات وبالذات في المولدات اللي تنتج لنا الكهرباء في المحطات. الشيء المهم أن نعرف أن المولدات الموجودة في المحطات تسمى مولدات تزامنية، يعني الشبكة الكهربائية التردد حقها 60، فلازم أي مولد تدخل عليها يكون، أي مولد تدخله على الشبكة هذه لازم يكون برضو تردده 60. لو كان تردده أقل من 60 حترفض الشبكة، لو كان أكثر حترفض أيضا الشبكة. في المحطات في أجهزة حماية تمنع المولدات أنها ما ترتفع أو ما تزيد عن تردد معين أو ما تقل عن تردد معين. فلو قل التردد هذا يعني أن سرعة المولد بدأت تبطأ، صارت بطيئة، ولو زاد صار المولد أسرع. والمولدات التزامنية هي عندها سرعة تزامنية ثابتة، مثلا 3600 دورة في الدقيقة أو 1800 RPM دورة في الدقيقة. وهذه الدورات هي مصممة على حجم المولد والمصنع اللي صنعوا فيها، فما تقدر تلعب فيها لأنها راح تأثر في التردد الناتج منها. وأنا كعادتي إني ما أتوسع كثير للعمليات الرياضية المعقدة، فأفهم الموضوع إنه إذا زادت السرعة زاد التردد، إذا قلت السرعة قل التردد. طب إيش اللي يخلي المولد سرعته تزيد، سرعة دورانه تزيد؟ أنت فكر في المولد زي محرك السيارة بالضبط. محرك السيارة لو أنت مثلا تمشي في طريق مستوي راح وعند سرعة ثابتة مثلا 100 كيلومتر في الساعة، ما راح تتغير هذه السرعة وراح تكون تحرك. لكن لو فجأة وانت تمشي بديت تلاقي مرتفع، ولكن انت محافظ على نفس السرعة 100 كيلومتر، هل راح تستمر على نفس السرعة او تقل؟ طبعا هنا اذا واجهت مرتفع راح تزيد انت من سرعة السيارة عن طريق الضغط على البنزين، وهذا تماما اللي يصير في المولد الكهربائي. نفس الكلام في المولد الكهربائي، اذا زادت الاحمال الكهربائية عليه زاد المستهلكين، ففي هذه الحالة انت راح تزيد من سرعة دوران التوربينة اللي تدور المولد فتزيد. لكن زيادة السرعة هنا في المولدات محدودة بسرعة الشبكة اللي هي التردد، الفريكونسي التردد والسرعة المترابطتين. الكلام الآخر هو لو أنك تقود سيارتك مثلا بسرعة عادية 100 كيلومتر، ولكن تفاجأت بمنحدر المرة هذا وليس هضبة، هل راح تزيد السرعة ولا لا؟ طبعا راح يزيد سرعة المحرك حتى لو ما ضغط بنزين، فراح يصبح سرعة زايد السيارة بشكل أكبر وبسبب خفة الاحتكاك في الأرض. نفس الكلام هنا، المولد الكهربائي إذا قلت الأحمال فجأة، كثير من الأحمال انفصلت فجأة نتيجة سبب معين، فلو قلت الأحمال الكهربائية فجأة على المولدات فإنها راح تزيد السرعة بشكل كبير جدا، وأجهزة الحماية راح تفهم أن هذه السرعة خطر. الحماية في المحطات عندنا نوع منها يحمينا ضد السرعة الزائدة أو زيادة التردد، في هذه الحالة راح تفصل المولدات. أعيد إنه نقصان أو فقدان الأحمال الكهربائية أو الاستهلاك من المولدات فجأة راح يؤدي إلى زيادة السرعة للمولد فجأة، فهذه الزيادة السريعة في المولدات الغير مقنعة لأجهزة الحماية راح تسبب في أنها تعزل هذه المولدات وتحميها. فأجهزة الحماية هو في الأخير هدفها أنها تحمي المولد من السرعة العالية، لأنه إذا صارت سرعته عالية راح يؤدي إلى تسخين وتلف الملفات وأيضا إلى مشاكل أخرى تقنية. ففي هذه الحالة السرعة إذا زادت معناته التردد زاد،
واحنا في الشبكة الكهربائية عندنا تردد ثابت 60 هيرتز، ما يقبل أي تردد أعلى. طبعا لما أجهزة الحماية تفصل بعض المولدات اللي زادت سرعتها، هذه أصلا هذه المولدات هي مزودة تغذي أحمال، فراح تحصل عجز عندنا في المولدات اللي فيها سرعة زايدة وقفت، فراح الأحمال اللي كانت مركبة على هذه المولدات راح تتوزع على مولدات أخرى، المولدات الأخرى راح يصير عندها زيادة في المولدات الجديدة اللي راح تحملت الجزء عن المولدات اللي وقفت، راح تتحمل أحمال عبء فوق طاقتها مما يؤدي إلى قلة تردد. قلنا المولدات اللي تحملت أحمال جديدة راح تقل سرعتها لأنها تحملت أحمال زايدة، تماما زي السيارة لما بدأت تطلع المرتفع. فعندنا أجهزة حماية أيضا تعطينا حماية من قلة التردد، لأن تفهم إنه هذه أحمال زائدة فراح توقف المولدات نتيجة لهذا. لاحظ كيف المشكلة أصبحت معقدة الآن. أنا أسميها نظرية الضومينو، الضمنة حجارة الضمنة هذه اللي نلعبها، هي إذا طيحت واحد طاحت كل المنظومة. عندنا مولدات كانت سرعتها عالية فوقفت، وعندنا مولدات أصبحت محملة زيادة فوقفت، فأدى إلى انهيار شبه كلي. ثم هذا الانهيار علميا البلاك آوت، أو الانطفاء الشامل أو الانطفاء الكلي، وحصل كثير في الدول، حتى في الدول المتقدمة نيويورك مثلا. أنا تفسيري بناء على البيانات الصحفية قد يكون السبب آخر، لكن إذا كان السبب هو زيادة التردد فقد يكون هذا أحد التفسيرات الصحيحة. أكد عليه أخيرا اللي هو أنه الله يعين زملاء في شركات الكهرباء والمحطات، بصراحة عليهم مسؤولية وجهد كبير جدا. وحاب تفهم الموضوع هذا أكثر على مستوى بسيط في بعض الدول، شوف اليوتيوب، في تكلمت عن ظاهرة اسمها التي في بيك أبس. هذه ملخص الكلام، قد يكون في أحد عنده تفاصيل أكثر عن المشكلة ممكن أنه يفيدنا فيها. شكرا لكم، مع السلامة.